كيف صبحتوا مزيانين لاباس عليكم؟ نتمنى كل شيء يكون على خير وبخير. كيف ماشي مع هذه البروده؟ السم بالبرد، والله القسم الا السم بالبرد ما كنقدروش نخلفوا بهذه البروده هذه. المهم انا اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه اللي هي سهله مهله سهله مهله، والحق الطريقه ديالي انا ما عرفتش واش كاين اللي كيعمل هذه الطريقه. المهم انا كنستعمل هذه الطريقه هذه، واللي دقها عندي كتعجبو بزاف لان فعلا كتجي اكثر من رائعه واكثر من لذيذه، فعلا رائعه 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 ولذيذه ومزيانه صراحه الله. ودابا بيسكو دابا الحمد لله الحوت شويه واش رجع الاثمنه ديالو شويه واش مرفقه. اذا دابا حنايا هنايا غادي نعملو هذا الطبق هذا اللي هو ديال الحوت ديالنا. هانتوما معايا غادي نستعمل هذه الحوته هذه ها هي اللي نقيتها مزيان وخويتها. المهم هنايا غادي نزولوها دابا من هنايا، غادي نوجدوا لها القمه ديالها باش ديك لا ماريناد ديالها. هنايا طحنت القزبر مع الثوم، غادي نعملوا هذا القزبر مع النوز، هذا القزبر سمحوا لي قزبر، المهم قزبر باش ما ننساش حتى انا راه عندي مشكل في القزبر مع النوز. المهم القزبر هذا غنعملوه مع الثوم كيف قلنا طحناه. غادي نضيفوا له فلفل غبره، طبعا مليحه. انا ما بغيتش نعمل المقادير باش ما نطولش. الملح خاصكم تردوا البال لان انتم عارفين ان الحوت كيكون مالح. غنعملوا فتيوته ديال سكينجبير باش تجينا ديك القمه المريقه ديالنا اللي غتبقى غتجي ملبيه. هنايا قزبر حبوب. انا نقول لكم واحد القضيه، واحد السر كنعملو باش رجعت كنقدر نقول القزبر مع النوز. السبب ديالو هو هذا قزبر حبوب. دابا انا ملي كنمشي نشري القزبر مع النوز كيقول لي واش خاصك القزبر، شحال خاصك القزبر، شحال خاصك مع النوز، وانا ما كنعرفش يعني خاصني غير بالوجه غير هيدا نشوفهم باش نعرف. ملي كنمشي نختار اولا شي واحد كيقول لي شنو عملتي كنفكر دائما كنرجع ان هذا كنعرفوا ان هذا هو القزبر. اذا القزبر هو هذاك اللي عنده العروق، يعني دائما انا كنربطه بالقزبر حيت ما كاينش عندنا النوز حبوب، كاين القزبر حبوب. هذا هو السر باش انا دابا رجعت كنميز، ولكن خصو ما يكثروش عليا الاسئله. صافي منين يقولوا لي قزبر خصني نتفكر هذا نقولوا من قزبر هذا مكان منها واحد. هنايا غادي نعمل عندي هنايا كنشري ديك القمه ديال الحوت، ولكن هذه راه ماشي الرضومه ديالها غير انا عملتها هنايا. هذه القمه كتباع بالعبار لذيذه في الحقيقه. وعندنا هنايا شويه ديال الابزار، شويه ديال الصحتر هي شويه، انا عندي هذا الصحتر على اليد كنشري حتى هو من ديك الجمعيه. وهنايا غادي نعمل شويوش ديال هاد لي صوص، غير شويوش ديك ساعتك عاد غنعملهم فوق في الطبق ديالنا. هاد لي صوص بحال اللي كنقول لكم، هادي عندي ديال المحار غنعملو هادي. شو تلمون الجو بارد ما كنقدرش نفتح الهضومه ديال لطيف. هادي ديال المحار كتكون ثقيله، نتوما شفتوها كيفاش نيه ثقيله وهي مزيونه. غادي نعملو هاد لاصو هاد نيومك ايوا دي والله ما كنقدر خليو السربيطه هنايا. هاد نيومان مزيونه مزيونه مزيونه، عرفتي كتطلق واحد اللذه مزيونه في هاد الحوت. شوف انا قلت لكم ما نعملوش بزاف حتى نكملو في منين نبغيو نعملو الحوته ديالنا في المول. هادي خلاص هادي لاصو صوجا كلشي كيعرفها، وهادي التيرياكي لاصوص تيرياكي حتى هي. انا قلت لكم هاد لي صوص كاملين، هادو لي صوص نورمالمون كيتعملوا بهم دوك لي سوشي، وانا كنعمر بهم حتى بسلة الحوت، كنعمل بهم اي حاجه كنعمل فيها الحوت، اي حاجه عندي فيها الحوت كنعمل فيها هاد لي صوص. المهم ها هي باش تشوفوها، هادي ها هي تيرياكي، هادي لاصوص صوجا هادي معروفه ما ماشي، هادي لاصوص ديال المحار حتى هي لذيذه. بارفو راه كنستغنى على لاصوص صوجا وكنعمل غير هذه المحار لان غزاله، وهذه نيوكمان هاي هذو كاملين. بارفو كنعمل الزيت ديال الزنجلان، ولكن دابا انا ما بغيتش نعملها لان عندي معها بزاف، عندي معها هذاك ما خصنيش نعمل ديك بزاف، ما بغيتش نعمل زيت الزنجلان بحق اللي عنده. انا ديجا عندي حق بلاتي الا بغيتو انا نوريها لكم بلاتي. ها هي هاد زيت الزنجلان حتى هي كتجي غزاله ورائعه رائعه رائعه، ولكن المهم صافي ما بقيتش جبدناها نعمل واحد الفتيته بحق ما تكثروش.
كتجي غزاله. هذه ما غنعاودوش نضيفوها في داك الفوينتي ديالنا. غادي نعمل شوج ديال الليمون. نخلط القمه ديالنا مزيان. انا هنايا ما غنعملش الزيت، خاصني باش هاد القمه تدخل في الحلفه ديالنا مزيان غنعمل شي زيت فهاد المرحله هذه. هنايا مورا ما خلصنا هاد الماغينات ديالنا غنجيبو الحوته ديالنا. نتوما كتشوفوا الحوته ديالنا كنشقوها من هنايا من الوسط، طبعا هنايا خلاص كتكون مفتوحه، وعاود نفس الشيء من هنايا. انا في الحقيقه ما كانش خاصني هيدا ينقيها لي داك السيد اللي نقى لي الحوت، ولكن المهم كيوقع الفيوم ما عنديش انا، ما كانش خاصني يفتح لي من هنايا، كان خاصني يفتح لي من هنا باش نزول الشوكه. كتجيب لا شوكه كتجي غزاله، حق مره المجال نعملها لكم بديك الطريقه. المهم كنصبروا ديك القمه ديالنا، هنا كنحاولوا ندخلوا القمه ديالنا كامله. غتشوفوني كنخلط في نفس الفوينت اللي غادي نطيب فيه، معليش لان خاصني شي حاجه اللي تكون كبيره هكذا، او ميم طون باش كتبقى لي القمه هنايا. هنايا غادي نشبروا نعملوا واحد الفتيوته، غير فتيوته، ان حنا باقيين باش نعملوا لقمه اخرى. هنايا غادي نعملو هادو هنايا، ندخلهم صافي هيدا. غادي نخليوها هيدا، غادي نعاودو نزولوها ونكملوا في هذا اللي هنايا بقى لنا. غادي نكملوا الشيء ديالنا هنايا. هاد القمه اللي بقات لنا هنا غادي نضيفوا عليها الشامبينيون. غادي نضيفوا عليها كالاماريس. غادي نضيفو عليها كروفيت. غادي نحاولكم هادشي هكا، انا غنضيف شي هادي، انا غنوريكم شنو غادي نضيف. واحد هنايا ما بغيتش نضيف هاد لاصوص هادي، انا غادي نعمل واحد لاصوص اخرى اللي كتباع في ديال لاصوص بيتزا، كتجي غزاله وكتلدد بزاف. غنعمل فتيوته هنا، حتى انا اللي جيت قضات لي، انا كنستعملها بزاف هذه. المهم هادشي اللي بقى غادي نزيدو مع هنايا ان شاء الله. صافي غادي نحركو هاد المسائل هادي كامله. صافي صافي وغنجيبو الفتيوته ديالنا. بعدا قبل معليش لاتي لا قبل غادي نضيفو الزيت. غادي نعملها بحال هيدا بلاتي تشوفوا كيفاش غادي نعمل. غادي نرفدها بحال هيدا هيدا باش قلت لكم انا هنايا كتبقى ديك القامه. غادي نعملو الزيت، غنعملو الزيت الكافي. انا ما كنعملش هنايا الزيت بيضاء، كنعمل غير زيت الزيتون. وغادي نعمل هاد لاصوص، غادي نخويها في هاد الرضومه وغادي نحرك ونخوي. انا خويت هذيك مطيشه مع ملي عملت الزيت، وغادي نرجعوا الحوته ديالنا بحال هيدا هيدا، وغادي نبداو نرفدو ونعمرو هذيك القمه هنايا. شوف راه كنعمر حتى الرويصه، هنا الراس راه كاين اللي كياكل الراس، انا حنا ما كناكلوهش ولكن كاين اللي كياكلو، ولكن حيت كيقولوا عليه لذيذ، داكشي انا ما قدرتش نقول لكم واش لذيذ ولا ماشي لذيذ. غادي نعملو هيدا هاد القمه اللي عاد هادشي غادي نعملها هنا. صدقوني كتجي رائعه، وقولوا لي علاش ما غاديش رائعه وهي فيها كل غير 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 ما لذ وطل.
شوفوا باش ما نضيعوا حتى حاجه. نعملوا هذا المرتشعه حتى هي هنا هيدا هذا البانيو هذا شاد الحسن هذيك القامه. هنايا ما عملتش مطيشه اخرى اللي كيعملوا دواور، انا كنعمل هاد لي طوماط سيريز ولكن هما كنقطعهمش، يعني كنعملهم هيدا وطبعا بحال اللي كيعرفوا الناس كاملين ربات البيوت راه ما كيجيش الماء في الحوت، كنعملوا شي الماء. غادي تسقسيوني بحال العاده علاش ما عملتش كيمون، انا ما كنعملش كيمون لان الكيمون كيمرر، دائما كنقول لكم كيمرر الحوت خير ما هو، خصنا نعملوها بحال هيدا ضروري نعمل واحد حيتات هنايا. هنايا غادي نعملو اللوينات ديالنا، كتعرفوا ان الحوت كيتوالى كيتواتى بواحد الشكل عجيب ولذيذ وجميل جدا مع الحوت. وهنايا غادي نعاودو نضيفو، ما غنضيفوش لنا داك لي صوص كاملين، غنعملو غير شويه واش هيدا نعملو ترياكي. لا هذه لا صوج، ها هي الترياكي. هذا الشيء اللي غادي نعملو فقط، هذا هو هو الطبق ديالنا. هنايا غادي ندخلوه هنا الفران، بالحق ملي غندخلوه الفران ما غندخلوش هيدا عروان. هنايا غادي نعملو طبعا الطبق ديالنا باش ما كيجيش على ما كيجيش على الالومنيوم نيشان، على داك اللي نتوما كتعرفوا ماشي صحي. عاد كنعملو الالومنيوم ديالنا صافي، كنشدو عليه بحال هاد المنظر هنا. مزيان انا قلت لكم ان الطيبيط غير الربو ديالو وديك مطيشه. الفران ديجا راه سبق لي عملته كيسخن، غادي نعملوه على الفران الحوت اللي نتوما كتعرفوه، غادي نعملوه على 200 درجه، كنشعل عليه السفلي حتى كيجيب الغليه مزيان، نحس به غلا مزيان، وعاد كنزيد الشعل الفوقي. ايوا موراها نشوفوا كيفاش النتيجه النهائيه ديال هاد الحوته ديالنا. شوفوا شحال ديال الماء طلقت، وبوغتو ما عملناش نهائيا الماء نهائيا. ها نتوما هي كتكتك، انا راه باقا شاعله عليها غير السفلي ما شاعلاش الفوقي. للمعلومه انا راه طلعت العافيه زعما الدرجه ديال الحراره ديال الفران طلعتها 250 باش يتكتك دغيا، لان خصني ننزل الغدا يعني باش يشرب دغيا من تحت يغلي مزيان عاد نعري عليه. ملي كان يغلي مزيان وهذا ديك ساعتها كنزول ديك الالومنيوم وديك الكاغيط ديالنا وكنخليوها كتحمر من الفوقي. ايوا ها هي الحوته ديالنا وجدت، حنا خرجناها من الفران. هانتوما تشوفوا تشوفوا كتجي رائعه، شوفوا لاصوص ديالها هانتوما هانتوما كتجي غزاله. ودوك لي طوماط سيريز اون فوا كتكي عليهم كيجيو غزالين، كيطلقوا ديك لاصوص ديالهم حتى هما كيجيو رائع هانتوما. ايوا المهم هذه هي الوصفه ديالنا، نتمنى تكون عجبتكم وطابت عليكم، وان شاء الله تجربوها وترجعوا لي الخبر. وما تنساوش بحال اللي كنقول لكم دائما 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 ترحموا لي على بابا ولايكيو وبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء باش توصل الفكره لكل واحد. وفعلا انا كنقول لكم غير جربوها غتجيكم اكثر من رائعه. ايوا الى اللقاء، مع السلامه.